أن يصدر توافق بين المعارضة وتركيا والنظام. لم يجتمع على رأي واحد إلا علينا. أعلن الاجتماع الموسع الذي انعقد في مدينة الرميلان على النظام الفيدرالي في مناطق روجافا وشمال سوريا. الاجتماع حضره ممثلون عن مكونات روجافا ودار على مدار يومي الأربعاء والخميس. الفيدرالية الديمقراطية لروجافا شمال سوريا هي التسمية للنظام الجديد الذي أعلن عنه، وذلك بعد انتخاب هدية يوسف ومنصور سلوم رئيسين مشتركين للمجلس التأسيسي للاتحاد الفيدرالي الديمقراطي و31 عضوا للجنة التحضيرية والتي ستتابع هيكلة النظام الجديد. الفيدرالية الديمقراطية أو الاتحادي النظام الاتحادي الديمقراطي هو ضمانة للوحدة سوريا، فإن كنا نخشى من تجزئة وتقسيم سوريا علينا الإسراع بتطبيق هذا النظام، لأننا إن لم نتوصل إلى آلية لإدارة المجتمعات وإدارة المناطق هذا يعني أننا نفسح المجال أمام حالة التقسيم والتجزئة. لا شك أن مسألة الحدود الجغرافية لهذا النظام التأسيسي أو النظام الذي سينجم عنه وسيقره المجتمعين في مثل هذا الاجتماع الموسع، سوف تتحدد اللجنة تنظيمية. من شأن هذه اللجنة وضع مقترحاتها فيما يخص إعداد الوثائق، إعداد العقد الاجتماعي، ومن بينها إيجاد الحدود الجغرافية أو المناطق المعنية بمثل هذا النظام. النظام الفيدرالي يمتد على بقعة جغرافية تشمل مناطق الإدارة الذاتية في مقاطعتها الثلاثة الجزيرة كوباني وعفرين، إضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا في محافظة الحسكة وشمال سوريا. أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا وبعض الأحزاب الكردية والمسيحية لم يشاركوا في المشروع الذي تم إعلانه من قبل الأحزاب والتنظيمات ضمن الإدارة الذاتية، فيما لاقى إعلان الفيدرالية رفضا من قبل دمشق وطهران وأنقرة وواشنطن وموسكو والائتلاف السوري المعارض. هناك جهات لم تلبي الدعوة وهي قليلة جدا، ونرى بهذا أنه لديهم مشروع سياسي معادي لمشروعنا. هذا المشروع السياسي هو مرتبط بأجندة خارجية. لأرى نيوز، أحمد شويش، أرى سينو، الرميلان.